دكتور وائل عبد اللطيف، هذا الخلط اللي صاير عند الدعاة الفيدرالية بين شكل الدولة ونظام الحكم مثلاً، يعني يقولون إنه الفيدرالية يعني في بعض الأحيان هي ضمانة للديمقراطية، في حين أن هناك دول ديمقراطية معروفة هي غير فيدرالية، عندك فرنسا، اليابان على سبيل المثال، الدول الاسكندنافية إلى آخره، وهناك دول فيدرالية وغير ديمقراطية كالاتحاد السوفيتي السابق ويوغوسلافيا. تفضل. أنا أؤكد لا يوجد في الدستور العراقي من الديباجة إلى المادة 144 أي لفظ يتعلق بالفيدرالية، أكو لفظ الاتحادية فقط، هذا أولا. اثنين، لا علاقة للبصرة ونفط البصرة، ثروة النفط والغاز هي ثروة وطنية تعتبر، وإدارتها تتم من بغداد، وتسويقها أيضا من بغداد، وإيداع المبالغ اللي تنفق أيضا ينودع في وزارة المالية، اللي هي وزارات سوف تبقى اتحادية كوزارة الخارجية ووزارة المالية ووزارة النفط ومجموعة من الوزارات الأخرى طبقا للمادة 10 من الدستور سوف تبقى اتحادية. أغلب الوصف للأقاليم التي أرادها الدستور هو أقاليم خدمية بيها مسحة سياسية، نعم بيها مسحة خدمات، ولكن لا علاقة لها للتحكم في الثروات. وأنا أسأل الأخ الأستاذ طارق، أقول له سنغافورة شنو بيها؟ يعني لكي نقارن ما بين السماوة وبين البصرة، سنغافورة اليوم دولة تتقدم بالساعات من بين دول العالم، وبالتالي القيادة الصحيحة في أي إقليم لاحق هي التي يجب أن تخلق موارد وتعزز وتطور وتستحدث أنظمة ضرائب ورسوم وجمارك لكي يعيش هذا الإقليم على وارداته ويعتمد على ما يعمله أبناء هذا الإقليم. أما أنه أنت خالي ناس يعيشون عالة على نفطات البصرة، تمام، أو هاي المحافظة تزرع بشكل مكثف وتعبها يروح إلى محافظات تتميز بالكسل، أو تستوفي رسوم وضرائب وجمارك من محافظات أكثر مما تستوفيه من محافظات أخرى، ويوزع بعد ذلك بالخبطة حسب عدد السكان، هذا ظلم كبير للمحافظة التي تعمل عن المحافظة التي لا تعمل.